انا لمين اشتقت كتير كتير كتير، اشتقت لكم يا اصحابي، ومحمس كتير نبلش نهار جديد وفقره جديده من ايميل مي. بهيدا البرنامج كله منكم ولكم. ليش؟ لان انتم بتبعتوا لي كل رسائلكم، كل صوركم وكل رسوماتكم، وانا بكون عم بقريهم معكم على الهواء. وفي عنا سربرايز كتير حلو فيكم تكونوا عم بتشاركوا فيها. اذا بتحبوا تعيدوا خيكم، اختكم، اصحابكم، فيكم تبعتوا لنا رقم تليفونهم وانا هون بالبرنامج بتصل فيهم وبعيدهم بالنيابه عنكم. شو عجبتكم الفكره؟ لكن بلشوا بعتوا لنا الارقام والمعايدات. وكمان في مسابقه كتير كتير حلوه هون معنا بالبرنامج. شو هي قولكم؟ فيكم تبعتوا لي رسومات بتعبروا فيها عن محبتكم لغيركم، لعائلتكم، لاصحابكم، وبكل حلقه رح اختار رابح واحد. وشو رح يصير بالرسمه؟ رح تنعرض على الانستغرام بيج تبع SAT-7 كيدز، واكيد رح تربحوا هديه كتير حلوه من ايميلي. فاذا في كتير قصص حلوه عم نعملها بهذا البرنامج، كونوا كتار، شاركوا، بدي حماس، بدي هيك انرجي حتى لنكون كلنا مبسوطين مع بعضنا. وهلا خلينا نروح دغري ونبلش اول فقره، فقره رسائل. خلونا هلا نبلش سوا نقرا رسائلكم يلي وصلوا لي هذا الاسبوع، رسائل كثير وانا كثير كثير مبسوطه نكون عم نقريهم مع بعضنا. اول رساله لSAT-7 كيدز بتقول: تحيه لكل العاملين في البرامج. هاريتا، لقد وصلت النتيجه، بالاضافه الى اني اود ان اخبركم ان ادم صديق البرنامج اتم اليوم 2 من عمره. ربنا يبارك فريق العمل، تحياتي لهم. انا كريستينا ام آدم وجايكوب. أنا كتير بدي أسلم على آدم وجايكوب المهضومين، وبدي بوسهم كتير كتير كتير. وأنا كتير بفرح دايماً تبعتولنا وتخبرونا عنكم، وبركي فيكم تبعتولنا شي رسمة أنتو اتنيناتكم رسمتوها يا كريستينا وجايكوب. اتفقنا؟ تعالوا نروح على إيميل أو رسالة تانية لمدرستي. بتقول: بفضل الله وفضل أنيستي ومعلمتي جريس تعلمت الإنجليزي. واو، أنت أفضل مدرسة بالعالم بنظري. شكراً شكراً، يا ريت بقدر أعمل شيء حتى كافئك على المعروف. واو، شو هالرسالة الحلوة، وقديش الأنسة جريس فرحت تقريها وتشوف قديه هي عم بتفيدكم، عم بتفيدك أنت بشكل خاص. Thank you so much. نحن عن جد هيك منشكر الله أنه من خلال برامج SAT-7 Kids أنتوا عم تقدروا مش بس تتعرفوا أكثر على يسوع، بس كمان تتعلموا مواد مهمة مثل الإنجليش، الإنجليزي، الفرنسي، العربي، الموسيقى وغيرها وغيرها. فإذا ضلكم تابعونا. نكست منروح على رسالة لـ SAT-7 Kids وبتقول: ربنا يبارك خدمتكم بجد، أنتوا قناة جميلة جدا، وأنا كأم بحب أتفرج على القناة زي ابني بالضبط. كتير كتير مهضومة هيدا رسالة، وعن جد بتفرجي انه الصغار والكبار بيستفيدوا وبينبسطوا هن وعم يحضروا برامج SAT-7 Kids، وهيدا شيء كتير كتير بفرحنا كمان. وانا بشجع كل الاهل عم يحضرونا هيك دايما، بس يكونوا اولادكم يمكن زهقانين فيكم دوروا قناة SAT-7 Kids، بدل ما يحضروا قصص على يوتيوب يمكن ما رح كتير تفيدهم، فين يكونوا عم يحضروا قصص عن يسوع، يتعرفوا عليه اكثر، يتعرفوا يحبوه اكثر، ويحفظوا كل الترانيم الحلوة والبرامج الحلوة اللي بتنعرض على SAT-7 Kids. وعن جد مثل ما اللوجو بيقول: حيث أطفالكم بأمان، هيك بتكونوا مرتاحين ومطمنين أنه أولادكم بأمان. يلا منروح على رسالة بعد وبتقول: تحياتي لجميع العاملين بSAT-7 Kids، ربنا يعوض تعب محبتكم. الإنجيل والهدية وصلوني، هن أكثر من رائعين. شكرا جزيلا. واو، انا كثير انبسطت انه وصلوا لي كل الهدايا، وبنصح كل يوم هيك قبل ما تنامي، انا هيك بعمل مع ابني، بنقعد انا وياه بالتخت وبنقرا هيك قصه صغيره او قصتين او اكثر مع الماما، وهذا الشيء بيكون كثير كثير حلو، بتتعلم قصص اكثر عن يسوع وقصص اكثر من الكتاب المقدس، وكمان بتكوني عم تقضي وقت كواليتي تايم، يعني وقت قيم انت والماما وانت والبابا، وهالشيء كثير كثير حلو. فبشجعكم تعملوا مش بس انت، كل عم تحضرونا كمان. رح انتقل لاخر رساله بتقول: اشكركم، انا اقدر عملكم، تحياتي للجميع، سعيد بالاتصال بكم على الرغم من انه عمري 18 سنه، ولكن بحب SAT-7 Kids.
كتير 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 بتشجع رسالتك. Thank you لأن ما بتستحي، وبالعكس من كل قلبك هيك بعثت لنا هيدا الرسالة أو الإيميل تتخبرنا أنه مع أنه أنت كبير بتتابعنا وبتحب البرامج، وهيدا الشيء عن جد كتير بيسعدنا. ونحب نعرف عنك أكتر، شو هواياتك، شو بتحب تعمل، بركي تبعت لنا هيك شي فيديو أنت عم بتمارس الهواية اللي بتحبها، وهيك نتعرف عليك نحن وكل الأصدقاء. شو ردي هلأ تنروح على الفقرة الثانية؟ خليكن معنا بفقرة البيرثدايز. هابي بيرثدي لأصدقائنا ميرا عصام حبش من الأردن، كيريلوس محسن موريس من الكويت، كراس محسن موريس من الكويت، كيرمينا محسن موريس من الكويت، أنطونيوس رامي إسحاق من ألمانيا، كراس وآدم وإبرام بولس من الكويت. هابي بيرثدي كمان لأصدقائنا من مصر، جوناثان جرجس فوزي، دانيال وائل لطفي، دونسل جورج نادي، بارثينيا مينا نجيب، نانسي ناجح فضل، بافلي روماني ماهر، سما بيتر صموئيل، أنجلينا جوزيف كامل، جويس مينا ممدوح، جوفاني أيمن فايز، فيلوباتير عادل جمال، جاستن رامز أنيس، إيفان إميل رفعت، جاستن وسيم نمر، جورج مايكل عياد، سيباستيان مينا سمعان، لافينا عماد رسمي، هيفن مايكل سليمان، لافينا صبري ليشع، فيلوبير مينا جاد الله، كارين رامي رضا، كارين بشوي عياد، مارتن سامر أنيس، جوي وجيسيكا سامح، كرياكوس أنطونيوس فيكتور، لارا جون إسحاق، كلارا رامز رضا، فيرينا مينا شوقي، أوليفر نبيل وجيه، دانيال ماجد رمسيس، بيير سامح بولس، كارين رامي، روبن جون إسحاق، فيلوباتير نادر ويليام، رافائيل مينا زكريا، جنسن جيمي ناجح، كراس رجائي نادر، بيرلا روماني يوسف، وفيلوباتير ريمون ظريف.
عودة لرسائلكم، ولكن قبل بحب عيد من كل قلبي كل الأشخاص المهضومين يلي احتفلنا معهم بعيد ميلادهم اليوم. أنا كتير كتير بحبكم، وأنتوا عن جد كتير كتير طيبين ومهضومين. هلأ رسالة بدي أقريها هي من سارة، وسارة بعتت رسالتها لأبطال الكتاب وبتقول: أنا اسمي سارة وبحب أتفرج على البرنامج بتاعكم جدا، أنا من مصر وبحبكم قوي، أنا بحب البرنامج جدا. كارين بتشكرك كتير وبتبعت لك بوسة كتير كتير كبيرة. نكست كمان لأبطال الكتاب بتقول: هاي كيفكن؟ اشتقت لكم كتير وبحبكم كتير، شكرا على هيدا البرنامج الحلو، بتمنى تكونوا من هيدا البرنامج يا أصحابي، عم تتعرفوا أكتر على كل الأبطال يلي موجودين بالكتاب المقدس. ليش هن أبطال؟ لأن كان عندهم إيمان كتير قوي بيسوع، كانوا كتير يحبوه وكانوا يعملوا تضحيات كبيرة من أجله، لهيك هن كانوا أبطال بالإيمان. ونحن كمان كل واحد منا بيحب الرب يسوع وبيؤمن فيه وما بيستحي فيه وبيحكي عنه قدام كل العالم، هو بطل بالإيمان. نكست رسالة لـ7 كيدز بتقول: شكرا يا أحلى قناة، نحن جميعا منتبعكم ومنحبكم جدا جدا جدا. Thank you so much. ياريت هيك تبقوا بتخبرونا عن اسمكم تنعرف مع مين عم نحكي، وتا هيك تصيروا أصحابنا ونحفظ اسمكم. اتفقنا؟ رح أقرأ بعد رسالة، وهيدا رسالة من إسماعيل بعد رسالته لعائلة يسوع. بقول: أنا إسماعيل من المغرب، عمري 23 سنة، بتفرج على برنامجكم وعجبتني الترانيم وقلت إنه بدي أتواصل معكم لأعرف المزيد عن يسوع. واو يا إسماعيل، عن جد أنا كتير هيك لمستنا رسالتك، أنت شاب عمرك 23 سنة وعجبتك هيدول الترانيم، ولو أنت من خلفية مختلفة، ولكن هيدا الشيء كتير بيفرح. بتعرف ليه؟ لأن الله بيجمعنا كلنا وبيحبنا كلنا، ونحن كلنا إخوة، وكتير حلو أن نكون هيك متحدين بالمحبة ومنتفرج على هول الترانيم الحلوين. بتمنى عن جد يكونوا هيك عم يلمسوك وعم يعملوا فرق بحياتك. ضلك تابع هيدا البرنامج، وأنا أكيد أكيد رح تتعرف أكتر على الإله اللي كلنا هيك منعبده ومنحبه كتير. ورح أقرأ آخر رسالة، هي من عبد الرحمن عمره 13 سنة، وصديقنا بخبرنا أنه تعرف على القناة من خلال صديقه نور وهو كتير كتير حبه. فإذا يا عبد الرحمن، أول شيء بنشكر شكر خاص لصديقنا نور المهضوم يلي عرفك علينا، وبقلك أنه في كتير كتير برامج حلوة فيك تكون عم تتابعها، مثل أبطال الكتاب، قصة وحزورة، مدرستي، وكتير غيرهم، قصة قبل النوم، رح تستمتع كتير فيهم وتتعلم ترانيم جديدة وتتعلم أكتر عن يسوع. ولكن كل رسائلنا لليوم أنا كتير استمتعت أنا عم بقريهم معكم، ولكن هلأ ما تروحوا لمطرح، بعد عنا فقرة الصور، الفقرة اللي كتير كتير بحبها، خليكن معنا. فقرة الصور بلشت هلأ. ليكم على مجموعة حلوة عندي إياها من صوركم يلي أنتوا بعتولنا إياهم على سات7 كيدز، وأنا كتير محمسة زيد على هالمجموعة. صور كل واحد منكم بيبعت لنا صورته على البرنامج. أول صورة معي إياها من شانتال شادي. ليكو شانتال شو مهضومة وعم تاكل باستا، يام يام يام، وشعراتها كيرلي حلوين ومبينة عاملة هيك برونزاج حلو بفصل الصيف. ثانكيو يا شانتال على هالصورة الحلوة. نيكست عنا رسمة بعتت لنا إياها شانتال، وشانتال هي رح تكون الرابحة معنا بحلقة اليوم من إيميل مي. Thank you so much يا شانتال، رسمت قارب أو زورق كتير حلو بالمياه، وألوان هيك الشمس شو عم بتغيب، الأورانج والأصفر رائع رائع هذه الصورة. ألف مبروك لإليك شانتال، بيكفى تبعتي لنا العنوان تبعك ورقم تليفونك تنقدر نتواصل معك ونبعت لك هديتك. Thank you so much لإليك. نكست عند لافينا صبري ليشا. لافينا بنت كتير حلوة مثل الملك الصغنن صغنون، لبسة فستان حلو أبيض مزين بالأزهار، وحاطة تاج من الورد على راسها. كتير كتير حبيتك يا لافينا، وبدي بعت لك بوسة كتير كبيرة. يلا ننتقل عند إيلاريا بيتر ذكي. وإيلاريا لابسة فستان مثل فستان العروس الحلوة أبيض، وعم ترقص، ولابسة بإجرة كمان هيك سكربينة حلوة كتير، ومبينة عن جد مثل اللعبة. ثانكيو إيلاريا المهضومة. ليكو ديفيد جرانت دربي، شو
حلو عم بيلعب. ما بعرف هيدا الشيء مثل الامنمز، هيئتك بتحب الشوكولا، بس انتبه يا ديفيد كل شوكولا شوي بالنهار، لان اذا اكلنا كثير وما فرشينا سنيننا منيح بتسوسوا سنيننا. فاذا فيك تاكل شوكولا، وبعد احسن اذا بدك قول للمامي هي تحضر لك الحلويات الشهيه بالبيت. انا هيك بعمل انا ونوا تقريبا مرتين بالجمعه، وبنحط مكونات تكون مفيده وهيلثي صحيه، يعني مثلا بدل السكر فينا نحط عسل او دبس الخروب، وبدل الشوكولا اللي بنشتريه فينا نحط هيك شوكولا طيب يكون بودر بالبيت. فاذا طلب من المام هي تحضر لك حلويات، وهيك بننتبه على سنيننا وعلى صحتنا. صورتك كتير حلوه يا ديفيد، انت كتير مهضوم، وانا بدي بوسك واعطيك عبوطه كبيره. رفيق رامي خليل صبي كتير طيب، عم بيعمل شوبينج هو والمامي، قاعد بالشاريو وعم يتمشوا بالسوبر ماركت او بمحل وعم يشتروا اغراض للبيت. رفيق شكرا كتير لك، لان رفيق عمل مثل ما قلت له، عم بيشاركنا من اللحظات اليومية اللي بيعيشها هو واهله. شكرا كتير لك يا رفيق. ياي ليكو سام جوزف حليم شو مهضوم، يعني لو انت كنت بلبنان كنت بتصير صديقه لابن نوا، كتير مهضوم، عنده سنين صغار هيك تحت، ويمكن هو على البحر عم يتشمس بفصل الصيف ويستمتع بالحرارة الدافية تبع الشمس. تعرفوا عندي نصيحة لإلكن، لازم كل يوم يا أصحابي تتعرضوا لأشعة الشمس خلال 10 دقايق، خلال 10 دقايق، وما تكونوا لابسين كتير تحت اللي تاخدوا الفيتامين دي، فيتامين دي اللي هو كتير مفيد لإلكن، وبتاخدوه بس من أشعة الشمس. فإذا هاي نصيحة لإلكن فيكن تستفيدوا منها كل يوم. هولي كانوا كل صورنا لليوم، انا كتير استفدت واستمتعت بحلقتي معكم اليوم. بنصحكم تبعتولنا صور، رسائل، رسومات لحلقة الجاي. انتظروني بموعد جديد من ايميل مي. بحبكم كتير، باي.